يس صار الصبح، بس هو اليوم كلش فرحانه لان اجى العيد. هسه لازم اروح اسلم على بابا، واكيد بابا محضر العيديه وراح يعطيني. بس ما مش كنت راح يعطيني دايموند. لا يلا خلي استعجل، بس بعرف بابا قاعد او لا. يلا خلي اشوف. يا صحيح هذا بابا قاعد. هلا بابا، ايامك سعيده. اهلا اهلا يا اولاد، ايامكم سعيده. هلا بابا شلونك؟ بابا انا كلش فرحان اليوم اجى العيد، انا قاعد انتظر العيديه مالتي. هلا بابا، انت حضرت لنا عيديه مو صحيح؟ طبعا طبعا يا اولاد، بس راني اخذي هاي العشرة دايموند. ايش العشرة دايموند هاي لي؟ يو اشكرك بابا. بابا انا مطيتني 10 دايموند. جي جي انا معيدتك صحيح، ايامك سعيده وان شاء الله تصير دكتور. دكتور؟ وانت من قلت شلون بدي اصير دكتور؟ انا ما بدي اصير دكتور، انا بدي اصير طيار. طيار؟ بس يروني انت ان شاء الله يعني تكبرين وتصيرين عجوز. ايش اصير عجوز؟ وجي جي انا لك يعني انا احكي واقول انت تصير دكتور وانا اقول لك تقولي عجوز. شكو بيه العجوز رانيا؟ يعني معناه يلا سوكي، انا ما عندي غير امنيه. وجي جي ما عندك غير امنيه؟ بس يلا جي جي هسه خلينا نطلع ونشتري بهذه العيادي مالتنا، شو تقول؟ لحد يلا اوكي، يلا خلينا نروح نشتري. انا عاجبني اشتري سياره. واو سياره على الريموت، سياره على الريموت، سياره على الريموت. صح جي جي، بس جي جي شوف انا فكرت راح اشتري كل انواع الحلويات. حلويات؟ اي طبعا. لعده انا فلوسي ما راح تكفي، بس يلا اوكي روني، انا راح اشتري لك 10 دامات سياره وراح اشتري اخذ من مالتك الحلويات. شنو؟ لا مستحيل، ولا انطيك ولا فتفوته ولا قطعه صغيره، كل شيء ما انطيك. وش ليش ما تنطيني؟ لحد شلون شو اسوي اني؟ لا شو جي جي ما يدخل بيك، امشي اشتري حلويات وما عندك غير حل ثاني. يلا تعال. اوكي اوكي يلا جي جي تعال. بس احنا تقربنا على محل الحلويات، بس شوف جي جي انصحك نصيحه انه تعوف السياره وتشتري وياي. وزي اذا انا اشتري حلويات احتمال ما راح تكفي فلوس اشتري السياره. ايش ما راح تكفي الفلوس؟ بس جتي فكره ببالي. نعم جي جي، بالبدايه خلي نروح نشوف سعر السياره ايش قد، حتى اذا بقى عندي دايموند اشتري بيه حلويات. بالبدايه نروح المحل او السياره. اي طبعا طبعا، هو اصلا نيات المحل كلش قريب. يلا تعالي. بس شنو؟ لا مستحيل. جي جي قصاير. المحل مسدود، حتى ماكو اي حد بالمحل. كل زين بعد احسن، حتى تشتري بس حلويات وياه وما تشتري سيارة. انتي شو فرحانة؟ انتي جي جي وزي شو سوي هون؟ يعني حتى فرحان قلت راح يجي العيد واشتري سيارة، بس حتى ما راح اشتري. لا عاد يلا جي جي هسه ما عندك غير حل ثاني انه تجي وياي ونشتري حلويات. يلا اوكي اوكي. انت بتعرف هذا بالاسواق ايش قد جاب نوعيات جديدة، جايب حتى عصاير كلها جديدة. تعال خلينا نشوف شلون العصاير. ايوه مرحبا عمو. اهلا اهلا يا اولاد. شوف جي جي بابا حلو. اوكي هذا شنو؟ راح اخذ هذا وراح اخذ هذا. راح اخذ هذا الكيك. هذا الكيك راح اخذه، بس شنو بعد؟ اوكي راح اخذ هذا العصير هم. عمو شوف هسه اشتريت بوي شغلات، ايش قد راح يصير الحساب؟ روني انت اللي اخذتي، راح يصير 4 دايموند. اوكي عمو تفضل. جي جي 2 دايموند. كل زين. يلا جي جي ادفع حسابك حتى بعد نطلع. اوكي اوكي يلا انطيت 2 دايموند، يلا خلينا نروح على السريع. بس جي جي روني ذكرت شو نسوي؟ بابا انا قبل ما نروح انا ذاك اليوم شفتك محل فاتح جديد وقاعد يبيع العاب، بس ما عنده سيارات. انا شفت عنده لعبه كينج كونج وعنده حتى باربي. ايش عنده لعبه باربي؟ اي طبعا. واو جي جي مو مصدقه اني معقوله كل محل. اي طبعا طبعا، هو فتح جديد بس حتى اني هسه تذكرته. يلا تعالي على السريع خلينا نروح على هذا المحل. يلا استعجلي. اوكي اوكي يس احنا تقربنا. يلا تعالي روني حتى هو موجود بالمحل. واو جي جي هذا المحل الجديد. اي طبعا قبل ما شافته قبل. مرحبا عمو. اهلا اهلا يا اولاد. هل تشوف ايش كنت عنده الحال؟ اي طبعا انا عنده كينج كونج. واو جي جي هاي لعبه القطه. صحيح هذه لعبه باربي. اشوف خل اشوفها. جي جي هاي حتى بنفس الحجم مالتي. كلش كبيره هاي اللعبه. بس تعالي اختي بعدنا انا موجود ثانوس. شوف لعبه القطه. بس بعد شو كل حب جي جي هاي لعبه مال امونج اي. صحيح امونج اس، انا كلش عجيب يا امونج اس. بعد يلا جي جي هسه انا قررت راح اشتري لعبه باربي، بس خلينا نشوف ايش قد سعرها. عمو شوف انا رحت اشتري لعبه باربي، ايش قد سعرها؟ ابو بنتي بالنسبه للعبه باربي يا انت قصدين اكو هاي اللعبه صغيره وكل كبيره. عمو شوف قصدي هذه اللابسه لون البينك. هاي اللابسه لون البينك هاي سعرها 20 دايموند. شنو 20 دايموند؟ وبس عمو هذه كلش غاليه. طبعا طبعا بنتي. بس شوف عمو اكو هاي لعبه ثانيه هذه هم باربي مو صحيح، بس هي تختلف. ايش قد سعرها؟ سعره 15 دايموند. وجي جي الحب كلش غاليه، شو راح اشتري؟ واني ما اعرف اني، بس اوكي احتمال كينج كونج رخيص. عم ايش قد سعر الكينج كونج؟ ابن هذا سعره 7 دايموند. يعني عندي 8 دايموند. ايش راح تشتري؟ ما راح اشتري واني كل ضجت. ولحد شو اسوي روني؟ زين تختاري لذني العب باربي، اختاري غير لعبه على السريع. عم شوف انا ما عندي بس 6 دايموند، زين يا لعبه رخيصه اقدر اشتريها. بس بوعي بنتي جاي هاي اللعبه الجديده مال انابيلا موجوده يم الباربي. ايش يم
باربي قصدك يا هي، نصيحتي ما تكون هذه اللعبة. أنا بيلا بس عمو أول مرة أسمع بهذه اللعبة. لا لا بنتي لعبة جديدة، إذا تيجي هاي سعرها رخيص. زين زين عمو، إيش قد سعرها؟ هاي سعرها 6 دايموند. أوكي عمو صح، أنا عندي 6 دايموند. شو رأيك بهذه اللعبة؟ تعال شوفها. وراني يا شاي كلش مقرفة، ما أعرف شلون هاي. شو كلش شكلها مقرف. وجي شو أسوي؟ أنا ما عندي بس 6 دايموند. بعد أوكي راح أدفع فلوس وبعد آخذها. أوكي عمو، هاي تفضل الحساب. أوكي أوكي. يلا جيج تعال، بس احنا اخذنا هاي اللعبة، بس اللعبة كلش حلوة. بس باختي انا هذا الكينج كونج مالتي اسطوري، هذا اقوى شي بالعالم. انا اصلا لعبتي كلش حلوة، جيج بروحها مصحي حلوة. اوه صح حتى كلش مقرفة، شنو هذا الشكل المرعب؟ اوه جيجي جبك تجي على اللعبة مالتي مرة ثانية. اوه لا انا بعد ما راح اجي، يلا مش خلوا نروح للبيت على السريع. يلا خلوا خذها وبعد نروح، يلا تعاي. يا سوني كوش فرحانه، نصت عندي هاللعبه انا بيلا. كينج كونغ انت اقوى واحد بالعالم. وجيجي اصلا لعبتي احلى من لعبتك. يلا اوكي خلينا نلعب. سوني جد اسمعوني زين يا اولاد، اسمعني ابني جيجي. نعم بابا. تعالي راني استعجلي، بعد بنتي لازم اروح هسه وراسلم على اقاربكم، واحتمال راح اتاخر. اللي اريد منعتكم انه دير بالكم تسوون مشاكل ولازم تبقون بداخل البيت. اوكي اوكي بابا ما يخالف، بس بابا انت ما تعرف جيجي هو يسوي مشاكل. اصلا ما يسوي اي مشاكل. لا لا بابا هاي رانيا كلش مزعجه، هي دام تضوجي وتخليها تتحرك وياها. جيجي انت كذاب، انا مستحيل اسوي مشاكل وياها. كافي كافي يا اولاد، كافي تتعاركون. يلا اسمعوني زين، هسه لازم اروح واحتمال راح اتاخر. يلا خلي اروح. اوكي بابا. يلا سنه خلينا نرجع العب انا ويا انابيلا. وحتى كنت اكل كيك، لساني كلش جوعانه. يلا خليني اكل. يسون لعبت ويا كينج كونغ حتى كلش تونست، بس واني الاكل مالتي خلاص، حتى البسكت خلاص. بس راني شفت اشتريت هواي بسكت. يلا خل انتظرها تصعد تروح من هذا المكان حتى اخذ من البسكت مالتي. يلا خل اقعد العب. يسون اكلت الكيك، حتى بقيت هذا البسكت لانا بيلا. شوف يا انا بيلا، اذا جبت عندك هذا البسكت اوكي. ايوه هسه شو راح اسوي؟ هسه لازم ادخل غرفتي وبعدها انظفها. بس بداخل اقول لجيجي، جيجي اسمعني. نعم نعم ايش تريدين؟ شوف اسمع جيجي، هسه بقيت هذا البسكت لانا بيلا، دبك تتقرب علي، حتى دبك تتقرب على لعبتي. حتى هاي اللعبه كلش مقرفه، انا ما اتقرب عليها، انا عندي هذا الكينج كونج. وجيجي بعد احسن، يلا هسه لازم ادخل الغرفه وبعدها ارتب. يلا خلص سد الباب. يلا اوكي هسه شو راح اسوي؟ لازم ارتب السرير. يلا خلنا نرتبه. يا سوني عدلت الكينج كونغ وصار مثل هذول الوعي بالتاكواندو. طبعا لازم يصير كلش قوي. بس شنو اللعبه مرانيه؟ يمكن اخذتها وياها. يمكن موجوده، بعد يا فرصتي خل اقوم على السريع واخذ هذا البسكت مرانيه. يلا خل اخذه. يا سوني اخذت البسكت، يلا خل اخذ. شنو لا مستحيل، هاي جاب لعبه مرانيه بهذا المكان، هي قبل شوي كانت هنا. بس معقوله تكون راني جتي وخلتها بهذا المكان؟ احتمال يكون اني ما منتبه. بس خلي شوف هاي اللعبة، حتى اللعبة كلش مقرفة. يلا خلوا حسري بلعب يا كينج كونغ، يلا خلي استعجل. واه شنو هذا قاعد يحكي علي؟ بس هوني إلك، مستحيل اسكت لك، والله لازم انتقم من عندك. نعرف انه بالله ايش تقدر تسوي؟ انه بالله كلش قوية، مستحيل تقبل احد يحكي علي. اي بس هسه خلي يجي الليل وانا عارف ايش راح اسوي. هي لساش قد اشتغلت، حتى كلش تعبت وكمل تنظيف غرفتي. بس انا صحيح ذكرت لازم اروح واجيب اللعبه انا بالله، حتى جاب الغرفه مالتي. يلا سوني خلنا نطلع. بس شنو؟ هم جاب اللعبه بهذا المكان، ومتد هذا جيجي ماكو غيره. بس شنو البسكيت؟ ومعقول جيجي ما اخذ البسكيت؟ وجيجي قد مزعج. بس يلا سوني يوم كلش تعبت حتى كلش نعست. يلا اوكي بس لازم اخذ اللعبه وبعد ادخل الغرفه. يلا تعالي. يا سلام قاعد ابوح هذا الكرتون، بقى شوي راح يخلص. بس واني كلش نعست، لا لا اني ما اريد انام، لازم اتابع الفيلم للنهايه. بس هو حتى بابا كلش تاخر، ما اعرف ليش تاخر. بعد يلا انا بعد حتى ما راح اقدر اكمل. يلا خلي اروح انام. يلا يا كينج كونغ تصبح على خير. يلا خلينا نوم. يس اجى الليل، حتى روني نومت. كل زين اجى الوقت المناسب اللي تخلص من جيجي، اللي يحكي عليه ويقول لي مقرفه. بس انا بالله مو مقرفه، انا بالله اقوى لعبه بالعالم. سوني لك جيجي، مستحيل اسكت لك، لازم اروح انتقم من عنده. اكيد سوى نايم. يلا اوكي سوني خليني افتح الباب. سوني وصلت. لا مستحيل، يلا خليني اختبئ هنا. بس وين جيجي ورانيا؟ احتمال يكون اولادي نايمين. يلا كل زين، بس لازم اروح انام بغرفتي. يلا خليني استعجل. وشنو اسوي اجي؟ ولا هسه ما اقدر اسوي اي شيء، لازم ارجع لغرفة مرانية. يلا خليني اروح. يا اني انابيلا، وانا جيت اتخلص من عندك. شنو؟ انابيلا لا ارجوكم عوفوني، انا ما اريد ابقى هنا. ارجوكم عوفوني. تعالوا تخلص من عندي، تعالوا. ابتعدوا عني، لا تسووا لي شيء. شنو؟
يمزي هذا طلع حلم وبس هوني كلش خفت. هاي شنو هاي اللعبة الشريرة؟ بس هوني عرفت أنا أول ما شفت هاي اللعبة عرفت إنه هاي لعبة شريرة والمستحيل أسكت. لازم ما يصير تبقى بهذا البيت. يلا ثاني خلوه أقف على السريع ولازم أبحث عن هاي اللعبة. يلا خلوه أطلع. شنو؟ يلا جاب هاي اللعبة هنا بهذا المكان. شلون جبتي بهذا المكان؟ بس بعد اسمعني يا لعبة، أنا مستحيل أسكت عليك. أنا راح أخذك وأتخلص من عندك. أحسن حل أوديها بسلة اللفايات وأتخلص من عنده. يلا خلوا أفتح الباب. يلا أفتح يا بابي كل زين. يلا خلوا أروح. يس إجا الصبح. يلا ثاني خليك قعد والعب ويا أنابيلا. بس شنو؟ أول اللعبة مالتي. ومعقول يكون جيجي وباخذه؟ ماكو غير جيجي. لحد يلا خلنا نطلع وحش وياه. خلنا نشوفون لعبه. صحيح هذه نابيلا هنا موجوده. سجلت يلا خلنا تريد. جيجي تعال احكي وياك. شوف اسمعني، انت من سمحك تاخذ اللعبه مالتي وتلعب بيها. شنو من ماخذ اللعبه مالتي؟ طبعا لحد ما جوا بهذا المكان. انا بروح خليتها بغرفتي ونمت. شنو بغرفتك؟ اي طبعا. مستحيل بس شلون؟ شلون رجعت بهذا المكان؟ ثاني شي اسمعني، يا اصلا ما كانت بغرفتك. انا بروح قعدت بالليل ولقيتها موجود قدام الباب مالتي. شنو مقابل الغرفه مالتي؟ ولا تجي مستحيل، هاي كده انت قاعد تحلم. مستحيل. شنو لا مستحيل، بس شلون قدرت ترجع من سلة النفايات؟ اقول لك اختي انت رحت الصبح على سلة النفايات مو صحيح. رحت الصبح على سلة النفايات وجيجي ايش فيك ما جفتم عليك اي شيء؟ شنو سلة النفايات؟ هوني اول ما قعدت لقيتها بهذا المكان. بس باي اسمعيني اختي، اذا انت لقيتينا وباي اسمعيني، ترى هاي اللعبه كلش شريره وانا انصحك تخلصي من عندها قبل لا تبقي هنا. ايش بتخلص من عندها؟ شوف جيجي اسمعني، اكيد انت قاعد غار من عندي وجيجي قاعد تحكي. اني ما دخل بيك. يلا مشوف من طريقي، خلي وقتنا ولعب ويا انابيلا. اسمع اختي هسه انا حذرتك، بس اذا انت ما تسمعين كلامي ما اعرف، انا ما اعرف حتى شو راح يصير بيك. ترى هاي اللعبه كلش شريره وانا بعد بكيفك. وجيجي مالك دخل، مالك دخل. يلا مشروح. يلا خلي اروح العب يا كينغ كونغ. يلا خلي اروح. والله ما عرف بي جيجي، ما اعرف احتمال كان يحلم وهو شي خايف. بس يلا تعي انابيلا، تعال خلينا نلعب. يس انا رجعت لغرفتي، حتى انا كلش خايف. انا شلون شفت هاي اللعبه من جديد؟ حتى انا متاكد مو حلم. انا برا طلعت بالليل وتخلصت من عندها بسنه النفايات، شلون رجعت للبيت؟ وبس انا كلش خايف من هاي اللعبه. بس يلا انا بعد حتى ما راح اطلع، راح ابقى انا العب ويا كينغ كونغ. يلا تعال يا كينغ كونغ. بس وانت بعد قاعد تلعب تاكواندو. يلا يلا خلي غيرك، خلي اعدل ايديك. يس اجى الليل. بس انا يوم مش قد لعبت وين ابيلا حتى كوش تونست. بس هسه اجى وقت النوم. يلا خلينا نام. يس انا خليك قاعد بهذا المكان. اي طبعا، بس انا عارف راح انتقم من راني، حتى راح انتقم من جيجي. شنو؟ لا مستحيل، هاي انا بلا وين جيت بهذا المكان. ها شو حركيت؟ ما اعرف، بس ما ادري، انا كلش خايفه. لا احسن حروح جيجي واقول على الصر. يلا خلي اروح. يلا ثاني خلنا نركض على جيجي وشوف جيجي قاعد يسوي. جيجي جيجي نام. جيجي شوف اسمعني، جيجي من عندي بليل. انا بديت اخاف، انت مو حذرتني من انابيلا وانا خليتها بمكان ودارت شوي لقيتها مكان ثاني. شنو لا مستحيل، صار وياي انا بنفس الشيء. انا مو قلت لك بس انت ما تصدقيني، انت دائما ما تصدقيني. جيجي شو حسوي ثاني؟ انا كلش خايفه، ما اعرف شو حسوي. شنو لا باي باي، انا بروح اتخلص من عندها وديتها سله النفايات ورجعت للبيت من جديد. شنو يعني قصدك؟ يعني نقدر نتخلص من هذه اللعبه؟ اي طبعا ما نقدر نتخلص من عدا، حتى انا ما اعرف ايش راح نسوي. شنو؟ لا جيجي انا كلش خايفه، احسن حروح ابقى بغرفتك. اي طبعا حتى ذيك اللعبه بعد ما انتهي، بس شوف راح ابقى اوكي، خليني ابقى بهذا المكان واختبئ. وشو انت تختبين هنا؟ ثاني شلون اخرج من عندك؟ اما ايش تبقين بغرفتي؟ جيجي لا تريدنا نروح يم انابيلا، افرض سوت لي شيء. ولا يلا شو اسوي؟ بس انا عرفت عندي هاي الفكره. يلا خليني اجيب هذا وسد الباب حتى ما تجي انابيلا. يلا خليني اسد الباب. صح جيجي هذه فكره كلش عبقريه. لا يلا جيجي اوكي، انا يوم راح انام بهذه الغرفه يعني راح اخذ هذا السرير وانت اخذ السرير يمي. يلا 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 نام على السريع بس تطلعين صوت. اوكي. يس رانيا هربت وخافت من عندي. طبعا انا انابيلا الشريره ومستحيل اسكت على احد يحكي علي. جي الوقت اللي تخلص من عندهم. بس هو صحيح تذكرت ابوه موجود بالطابق الثاني، بس انا ايش راح اسوي؟ انا عندي هذا المشروب راح اشمره عليه وبعدها بعد ما يقعد راح يبقى نايم. وانا ايش راح اتصرف فيه الاولاد؟ يعني يلا خليني اروح وبعدها اصعد للاب. صحيح انا عارف الاب بالطابق الثاني، يلا خليني اروح. يس انا قربت غرفة الاب، يلا خليني افتح الباب واشوفه. يا هذا الاب نايم كل زين، يا فرصتي. بس انا عندي هذا المشروب راح اشمر عليه وبعد يتاخر يلا يقعد حتى اقدر اتخلص من الاولاد. يس انا جيت اوكي خليني اشمر علي هذا المشروب. يس انا خليني اروح وبعدها راح اشوف الاولاد واتخلص من عندهم. يلا خليني انزل، اجيتكم يا اولاد.
شلونش قاعد تسمعني؟ قاعد اسمع صوت شخص قاعد يضحك. جيجي قاعد يقعد. اوه نعم روني ايش تريدين من عندي؟ جيجي انا قاعد اسمع شخص قاعد يضحك، معقول تكون هاي انابيلا؟ شنو يعني جيت راح تتخلص من حدنا؟ مو جيجي انا كلش خايفة، احسن خليني اختبي. اوكي خليني اختبي بهذا المكان، بس انا كلش خايفة جيجي، بدي اختبي. وانا وين راح اختبي؟ بس انا راح اختبي ورا المكتبة، يلا خليني اختبي هنا. كلش زين، وبس انا كلش خايفة، ما اعرف شو راح اسوي. يس صوت قربت غرفة الأولاد. كل زين طلع افتح الباب، بس شنو شنو موجود؟ أوكي يتوقع إنه كل شيء راح يمنعني، بس ماكو أي شيء يمنعني. يس أنا كسرت هذا الكرسي. هذا جيجي لقيت. تعال جيجي أوني لك، مستحيل أسكت لك، تعال. لا بعدين تخلص منه، تعال. ولا مستحيل. روني ساعديني. لا هذا جيجي. ولا لازم إيش راح يسواني؟ ولا لما يصير أسكت؟ طبعاً أنا كلش خايف على جيجي، احتمال هذا الشيء راح يسوي له شيء. شلون؟ صحيح تذكرت، انا ما يصير اسكت، لازم اروح اقول للبابا حتى يساعدني. يلا خلاص استعجل، بس بابا الطبق الثاني. يلا اركض على السرعه واروح اصيحه بابا بابا. يس انا جبت كل هذا المكان. لازم اخلص منك، تعال. يلا صاني خليك قاعد بابا، بابا قاعد بابا قاعد ارجوك. بس ايش بيه بابا؟ صار لي ساعه قاعد بس ما قاعد يقعد. بس ايش هيجي؟ معقول تكون شلون اسوي له شيء اللعبه؟ وبعد ما اعرف، بس يلا صار لازم اروح جيجي. يلا خلاص استعجل. لا لا اتركيني يا شريرة، انا ما اريد اموت. بس ايش قاعد يصير؟ هاي وين راحت؟ يا احتمال هربت. لا لا احتمال راح تتخلص من رانية. لا لا انا مستحيل اسكت، انا لازم اروح انقذ رانية. يلا خلي اركض. جيجي جيجي تنا جيجي. رانية رانية جيجي جيجي مزين. جيجي وين اللعبة هذه الشريرة؟ رانية ردت تتخلص من عندي، بس فجأة اختفت. جيجي لازم نهرب. سو شنو؟ لا مستحيل، هذا البيت كله بآرون، زين شو راح نهرب من هذا المكان؟ هاي الشريرة حبستنا بالبيت، بس شو راح نهرب؟ احنا نحتاج بيكوكس، بس هو صحيح، انا تذكرت عندي بيكوكس. لا ترى جيجي يلا استعجل استعجل، وانت خذ البيكوكس. يوتي بس انا جبت البيكوكس. كسرنا الباب حتى نهرب على السريع. اوكي اوكي، يلا خليه يكسر. يس اجى الوقت المناسب اللي تخلص من دول الاولاد. لحد يلا صار خلنا نطلع بعد خلص. يلا اختي هربي، يلا اركضي. شنو لا مستحيل، دول الاولاد هربوا، مستحيل اسكت، لازم اركض وراهم على السريع. يلا خلنا نركض. يلا جيجي يلا قعد قعد. اجى الصبح. اجى الصبح، بس امزي هاي الشريرة ما سوت لنا شيء. طبعا جيجي هسه اذا اجتي اكيد الناس راح يساعدوني. اي طبعا. جيجي ايش راح نسوي؟ ايش راح نرجع البيت؟ لا لا بس بعد تخافين اختي، اكون انا رجال كبير، احنا لازم نقول له اكيد راح يساعدنا. قصدك الساكن بهذا البيت مو صحيح. اي طبعا. زين اختي انت روحي احكي وانا راح انتظرك هنا. يلا روحي على السريع. اكيد جيجي ما يخالف، راح اروح ادق الباب بلكي يساعدنا. يلا خدق علي الباب، افتح الباب افتح الباب. يا سوني جيد، نعم تفضلوا. مرحبا عمو. اهلا اهلا بنتي تفضلي. عمو شوف ارجوك ساعدني، انت ما تعرف اني قبل كم يوم اشتريت لعبه، اشتريت لعبه من ابو الالعاب، بس هاي اللعبه طلعت شريره حتى تريد تتخلص من عندنا. شنو؟ لا 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 مستحيل، معقول تكون هاي لعبه انابيلا؟ بس معي. شنو؟ عمو انابيلا؟ بس شلون تعرف هاي انابيلا؟ وبنتي انت ما تعرفين، هسه انا سمعت عندك القريه الثانيه انها مزين اختفت اللعبه من عندهم وكانت هاي اللعبه كلها شريره. شنو اللعبه الشريره؟ بس عمو ارجوك خلص معته بعد ما تبقى بيتنا. بس بوح بنتي هاي اللعبة مستحيلة كو حد يقدر يتخلص معته، هاي كلش قوية. بس عمو شو راح اسوي؟ ارجوك ساعدني. بس بوح بنتي ماكو غير بس حل واحد، انه لازم تبنون البوابة مال عالم النذر، ولازم هي تدخل هاي البوابة ولا تكسرها. تدخل هاي البوابة؟ مش راح نقنع احنا تدخل هاي البوابة، اكيد ما راح تدخلها. بنتي انا ما اعرف، انتو لازم تحاولون وياها ان تدخل عالم النذر ورا ما تروح تكسر البوابة، حتى بعد مستحيل ترجع لعالمنا. اوه بس عمو هذا الشيء كلش صعب، انا ما اقدر اسوي هذا الشيء. اوه لا لا بس اسمعني بنتي، بس ها صحيح انا تذكرت. بوع بنتي انا اعرف انه هاي الشريره تحب لحم الزومبي، ماكو غير تعطوها لحم الزومبي وتخلوه يوصل الى حد الباب، واكيد هسه راح تدخل بالباب. ايه كانت تدخل الباب تحرم النذر. بس عمو شو تعرف انه هذا يحتاج اوبسيديان، وانا حتى ما عندي اوبسيديان. اوكي اوكي بنتي انتظري، انا عندي اوبسيديان قديم، هسه راح اجيب لك اياه واجي. يلا خلي استعجل. كلش زين، وخلي هذا الرجل راح يساعدنا. بعد يلا خلي انتظر احتي ما صدق راح خلص من عندها. يلا خلنا ننتظر. يلا بنتي باعي هسه راح انطيك هذا الفلنت واخذي هذا الاوبسيديان، يلا روحي على السريع. اوكي عمو ساني كوش اشكرك، لازم اروح انا واخوي. يلا خلي استعجل جي جي جي، تعال وراح على السريع. اوكي اوكي يلا جي تعال، بس احنا تقربنا البيت، بس جي راح نسوي البوابه. وانا ما اعرف رانيا، بس احنا اذا ندخل البيت اكيد هالشريره موجوده بالبيت واكيد راح تتخلص من عندنا. شو راح نسوي جي جي؟ لازم نسوي هذا البوابه على السريع. عرفت، احنا ممكن غير نسوي نون البوابه خارج البيت. صح جي جي هذه خوش فكره. لا عاد يلا اوكي خلي ابني بابي الجهه وبعدين نسوي له البوابه. يلا خلينا نشتغل.
ايدي جس احنا كملنا وصدعنا هذه البوب. بعد الربع اختي بس لازم اخليها لحم الزومبي هوايه حتى اكيد من نشوف لحم الزومبي تجي تدخل بالبوابه. بعد يرجع يجي تعال خلينا ننتظر هنا بس بداخل نفتح الباب خلينا ننتظرها يلا تعال. اوكي اوكي يا ايش قاعد تشوفوني ذول اولادي جوي سو شنو لحم زومبي كو شو وين يكون زين. بعد يلا سنه خلوك هذا لحم الزومبي وبعد تخلص من عتهم يلا خلي اروح. شلون جيت مستحيل من يوم كان شو ما يقول لافي شو جيت بهذا المكان زين شو راح اسوي هنا. ايوه جي جي بس دخلت في البوابة. عاد يلا جي خلنا نكسر هذه البوابة على السريع. ايوه خلنا نجي احنا تخلص من عندنا لساني كلش فرحانة اختي راحت تصير حالي من النذر وبعد مستحيل ترجع لعالمنا. ايوه بس انا شو راح اسوي بهذا المكان؟ لا انا احسن حال خليني ارجع بس شنو من البوابة؟ لا مستحيل هذه البوابة اختفت زين شو راح اسوي هنا؟ بس لا مستحيل اسكت لازم اشوف طريق واطلع من هذا المكان حتى اتخلص من دول الاولاد مستحيل اسكت لهم يلا خليني اروح. ولين حابب نوصل الفيديو اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة نتقابل فيديو جديد مع السلامة.